تعالى حافظ على صلاتك. الأمر الثاني حافظوا على 12 ركعة. اسمع، راح تبني لك بيوت في الجنة وتبني لك قصور في الجنة. من صلى 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. الحين بعض التجار يقول والله أنا عندي قصر في أوروبا وقصر في كذا وبيت كبير في مكان الفلاني ومزرعة في المكان الفلاني. الله يرزق كل مسلم. أنت إذا أردت أن تنوع قصورك وبيوتك في الجنة صلي 12 ركعة من غير الفريضة. وش هي الركعات؟ 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. بالله عليك لو حسبنا وقت هذه الصلوات كم من الوقت تأخذ؟ تأخذ الوقت اليسير، لكن تبني لك بيت في الجنة وتبني لك قصر.